تقدم صورت الناس اللي حطت القنبله في عربيتي. بابي قال للمباحث ان الكاميرا بايظه وما صورتش حاجه. الداخليه بتقول انها عايزه تفرغ كاميرات المراقبه بتاعت الفيلا، قال لهم انها بايظه.
يحيى انا مش مستريحه للي بيحصل ده، كده في حاجه غلط. تعرفي تقطعي فيديوهات على الفوتوشوب؟ ايوه طبعا، هات الفيديو اللي انت عايزني اعمله وانا هقطعه لك. الملف اهو ده. ايوه هو ده، عايزك بعد الدقيقه 42 تقطعي. هو في ايه يا جماعه؟ انا مش مالي عينيكوا ولا ايه؟ الشركه هتكمل زي ما هي في وجود يحيى او عدمه، ولا تحبوا نقفلها احسن؟ انت عارف ان انا لو اتشفت معاك النهارده ده هيبقى اخر يوم ليا في الشركه، وانا مش ممكن احطك في الموقف ده ابدا. انا عايز الخير للكل. اتفضل بابي مستنيك جوه. عامله ايه دلوقتي؟ احسن؟ احسن. مستريحه في الاوضه دي ولا تحب اغيرها لك؟ تيجي تنامي معايا في اوضتي النهارده؟ هنا كويس. طيب انا عملت لك العشاء. شكرا. بصي بقى، انا مش هسيبك غير لما تنامي، بس تخلصي الصينيه دي كلها. تلاقيها ورقة من علبة الجبنة، حقك عليا، خدي ده بداله. ايه الصورة الزبالة دي؟ ناس غريبة. سوري بجد، بس هي حاجة ضحكتني غصب عني. انا هنام. مش هتكملي اكلك؟ طيب تقدر تديني اوصافهم؟ كانوا باطين وشوشهم، واللي كان سايق العربيه ما لحقتش اشوفه لانه طلع بسرعه. يعني انت كويس؟ ايوه. رفعت البصمات؟ ايوه فندم. مش هتلاقوا بصمات، كانوا لابسين جوانتيات. سرعتهم في التنفيذ بتقول ان هم محترفين. يحيى بيه بيقول انهم قتلوا الراجل وفتشوه وسرقوه في اقل من ربع ساعه. سرقوا ايه بالظبط؟ الفيديوهات اللي مسجلها الكاميرا، الفيديوهات اللي محدش يعرف عنها حاجه يا حضره الضابط. يحيى بالكلام اللي بتقوله ده خطير. انا مش بتهمك بحاجه، بس المعلومه دي خرجت من عندكم، محدش كان يعرف حاجه عن الفيديوهات دي غيرك انت واللي شغال معاهم. والناس اللي كانوا معانا وانت بتتكلم مين؟ مين؟ بنتي واختي وعمي؟ انت بتهرب. انت اللي قلت ان مفيش اي حد فوق مستوى شبهات حتى لو ظابط مباحث. ايه ده يا يحيى؟ بلاش استراتيجيات سريعه. نقلت الجثه على المشرحه؟ ايوه يا فندم، ومرات القتيل وبنته راحوا مع الجثه، بس ما عرفناش نستجوبهم لان حالتهم كانت صعبه. ما هو اكيد طبعا، لو استجوبتهم في الحاله دي مش هتطلع منهم باي معلومه مفيده. وانت اول مره تمسك قضيه ولا ايه؟ يا فندم انا كان غرضي نتحرك بسرعه لو طلعنا باي معلومه. اه زي طابور العرض اللي انت عملته عشان تقفل ورق وخلاص.
بعد اذنك يا فندم انا هروح اطلع على مكان الجريمه. انا مش مرتاح للواد ده. ايه ده يا يحيى؟ قلنا بلاش استنتاجات سريعه، سيبوه لنا. سيبوه لي. ايه ده؟ انت لسه هنا يا اشرف؟ انا مش قلت لك روح من بدري؟ ايوه انا مش هينفع امشي واسيبكم، على الاقل لغايه ما يجي يحيى. ما تقلقش يا اشرف، في حراسات تحت، وبعدين ان شاء الله مفيش حاجه تانية هتحصل. يا غادة انا عادل موصيني ما سيبكوش، وخصوصا في الظروف اللي زي دي. عادل كان معايا على التليفون وما يعرفش ان انت جيت لنا اصلا. روح يا اشرف، محدش هيقول ان انت مقصر معانا ولا حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت مفكره ان انا بعمل كده عشان خاطر الناس تقول ايه وما تقولش ايه؟ لا مش قصدي طبعا، انت فهمتني غلط، انا كل الحكايه بس عايزه اريحك. بس انا مرتاح وانا معاكي. معاكوا في وسط العيله يعني يا غاده. انت عارفه ان انا وعادل اخويا متربيين في عيله صغيره من يوم ما انتوا اتجوزتوا، وانا بعتبر نفسي واحد من العيله. وبعدين انا مش متضايق خالص، انا مبسوط. لا مش مبسوط، يعني اكيد مش مبسوط يا غاده من اللي بيحصل. اشرف انا عارفه يا اشرف وفاهمه قصدك كويس قوي، ومقدره والله كل اللي انت بتعمله معايا، وعارفه ان مفيش حد موصيك ولا حاجه. لا والله عادل موصيني وموصيني قوي. عادل قاعد في امريكا ضاربنا صرمه هنا، ده جوزي وانا عارفه كويس. ما انت اكيد يا غاده عارفه يعني شغله في السفاره واخد كل وقته اكيد يعني. عارفه، ويا ريتني ما كنت عارفه. ايه ده؟ تقصدي ايه؟ ولا حاجه. قوم يا اشرف روح، انت تعبت معانا قوي الايام اللي فاتت. وما تقلقش يا سيدي، يحيى زمانه جاي في الطريق. اللي يريحك يا غادة. تصبح على خير. وانت من اهله. طب انت مش عايزه حاجه من تحت؟ لا يا اشرف مش عايزه. طب انا تحت عامه، لو عاوزتي اي حاجه قولي لي. السلام عليكم. الحمد لله أنا كويس. ها؟ ميعادنا بكرة؟ يعني إيه الفلوس مش هتبقى جاهزة بكرة؟ هو لعب عيال ولا إيه؟ لا يا حبيبي لا، أنا ماليش دعوة بحكاية ظروفك دي. إمتى الفلوس هتبقى موجودة؟ هعتبر ده ميعاد نهائي، وإلا الاتفاق اللي بيننا وبين بعض هيبقى لاغي. مفهوم؟ ازيك يا غادة؟ يحيى انت فيك حاجة؟ لا انا كويس. يحيى هو طاهر اتقتل فعلا؟ ايوه. انا بجد بدأت اخاف. لازم تخافي، احنا في حد رصدنا وحطتنا في دماغه، ولازم ناخد بالنا كويس قوي. ايتن فين؟ حبيبي ايتن نامت من بدري، ما تقلقش. يحيى ايتن فضلت ساكته طول الوقت، قاسي قوي الكلام اللي انت قلته لها قبل ما تنزل ده، هي لسه صغيره ومش حامل الكلام ده، وبعدين كفايه اللي هي فيه. انا بنتي خلاص يا غاده كبرت قبل الاوان بعد اللي حصل النهارده. اللي حصل ده هيغيرنا كلنا حتى لو احنا مش حاسين.
ايه بقى؟ مش هتقول لي الفلوس اللي في الشقه دي جبتوها منين؟ قسما بالله العظيم يا باشا، زي ما قلت لحضرتك بالظبط، انا التحويل بيجي على حسابي في البنك وانا اللي بروح استلمه بنفسي. حسابك في البنك بقاله 6 شهور ما جاش عليه اي تحويلات. ممكن يا باشا يكون في حد بيجي يحط الفلوس بايده كده من غير لا تحويلات ولا حاجه. عندك حق، ما هو المترو سهل حاجات كتير. ها؟ ادخل. ملف العيال اللي ضربوا النار على يحيى. اه وريني يا سيدي. العيال اللي قتلهم يحيى في السجن؟ ما هو ده اللي اكتشفناه بعد ما بصمناهم. يا باشا العيال دي المفروض ان عليهم احكام وبيقضوها دلوقتي في السجن، لكن اللي حجننا بقى يا باشا ان مفيش ولا بلاغ واحد بيقول ان العيال دي هربت من السجن اصلا. وانت فاكر لو في اي سجن فيه تجاوزات مش هيطرمخ عليها؟ شغلك انت بقى انك تكتشف ده. انما هنقول ايه؟ العيال دي دخلت السجن قبل 25 يناير وخرجت منه بعد فتح السجون، ملفاتهم راحت واتطرمخ عليها. ده معناه ان اللي كان بيخطط للعمليه دي كان بيخطط لها من زمان قوي كده؟ لا يا فالح، معناه ان في تنظيم بيعمل عمليات ومنهم عمليه يحيى. احتمال برضه. بقول لك يا حسين، تعرف فاروق العقده، هشام رامز، طارق عامر؟ اه طبعا، دول محافظين البنك المركزي. مالهم؟ تخيل بقى يا حسين ان انت معاك زكيبه فلوس ومفيش ولا ورقه من الفلوس دي على قيمه واحد من الثلاثه، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناها روح امك ان الفلوس دي من 2003 ما شمتش ريحه البنك، وانها اتسلمت يد بيد. استجوبتوا اهليهم؟ اهلي مين يا باشا؟ الكلام مش ليك. هبعت جمال يحقق معاهم. يا دي جمال، وانت ايه؟ على رجليك ناقش الحنه؟ عايز تدير فريق تحقيق وانت قاعد على مكتبك؟ لا يا باشا، انا هطلع دلوقتي على دار الشرق احقق مع الموظفين هناك، ده اخر مكان راح له طاهر قبل ما يتقتل. شرق غرب انا ماليش فيه، التقرير على مكتبي بكره الصبح. تمام يا باشا. ايه روح امك؟ بتفكر في كدبه جديده؟ قسما بالله العظيم يا باشا ما بكدب على حضرتك. طب حضر نفسك. احضر نفسي ليه يا باشا؟ مش انت يلا. قتل طاهر ده مش هيبقى بالساهل. الراجل ده شخصيه عامه والناس كلها هتقعد تتكلم في اللي حصل. انا مش عايز اي خبر صحفي يطلع من مكتبي يربط بين قتل الراجل ده واللي حصل ليحيى. ونظريه المؤامره والقرف ده مش هينفع، مش هينفع يا حسين. سياده الوزير ممكن يتكلم في اي لحظه عشان يستعجلها نخلص القضيه، فاهم يا حسين؟ مفهوم يا باشا. أنا بس بعد إذن سعادتك عايزك تخلي يحيى يخف عني شوية. أعمل لك إيه يعني؟ أعمل لك إيه؟ المعلومة خارجة من عندك أنت، معلومة سببت في قتل الراجل وضياع ده، إيه المهم زي ده؟ يا باشا مفيش أي حاجة بتثبت إن المعلومة دي خرجت من عندي، وبعدين ما أخته وعمه وبنته كانوا معانا وهو بيتكلم. يا ابني أنت مجنون يا ابني؟ هو أنت مجنون؟ بنته اللي هتقتله ولا عمه اللي هو جد ابنه؟ ولا يمكن بنته الصغيرة؟ يا باشا أنا ما قلتش كده. أنا بقول أكيد وهم بيتكلموا في الشارع أو بيحكوا مع أي حد في التليفون المعلومة اتعرفت. ولا يمكن القاتل كان معدي صدفة يعني، وأنتوا ها وأنتوا عمالين تتكلموا بقى وتحكوا في معلومات، فالقاتل خد المعلومة وجري. يمكن، محدش عارف، يمكن. أنت بتشك فيا يا باشا؟ بعد إذن سعادتك اسأل زمايلي عن شغلي وشوف ملفي عامل إزاي. شفنا ملفك يا سيدي. يا دي الملف، اتكل على الله روح شوف شغلك. ايه ده؟ انت لسه واقف؟ انا اسف جدا، بجد اسف جدا. انت عارف بقى الشغل ومشاكل الشغل بس انت يعني وحشتني شويه دول. حقك عليا. مش هتقول لي بقى جبت فلوس منين؟ انا حكيت لحضرتك على كل حاجه يا باشا. انت حكيت لي حكايه بايخه. انا عايز حكايه جديده حلوه كده. قول لي بقى فلوس جبتها منين؟ يلا يلا يا هشام. تمام، انت عامل ايه؟ ايه الاخبار عندك؟ يا راجل معقول اللي بتقوله ده؟ مش عارف اقول لك ايه يا هشام، تسلم لي. طب اسمع بقى برنس، الحكايه بتاعتك دي حلها عندي. كل اللي عاوزه منك انك تنفذ اللي يقولك عليه. ماشي يا هشام، مع السلامه.
غالية. لا أنا خلاص خلاص روحي يلا اعملي اللي طلبته منك. جدا وطلب ان هو قابل شيماء. اصل هو كان عايزني اقطع له فيديو. فيديو ايه؟ مش عارفه بس تقريبا كده فيديو كاميرا مراقبه الشارع. اتفضل يا فندم. اشمعنى طلب منك انت بالذات؟ انا شغاله هنا ديسك وساعات بصمم اغلفه الكتب فهو دايما بيلجا لي في اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر. يعني انزله برنامج اسطب له ويندوز. طب شغال الجهاز. انت ازاي قطعت الفيديو وانت بتقولي لي انه تقريبا فيديو مراقبه؟ هو مش المفروض تكوني شفتي الفيديو بالكامل عشان تقدري تحددي الجزء اللي انت عايزه تقطعيه بالظبط؟ ما ده المفروض بس استاذ طاهر ما كانش عايزني اشوف اي حاجه في الفيديو وهو كان جاي محضر نفسه. اول ما شغلت الفيديو قال لي وقفي عند الدقيقه 42 واقسمي الفيديو 2 من هنا وخلاص. يعني انت ما شفتيش اي حاجه غير بدايه الفيديو بس؟ لا يا فندم والله العظيم خالص. طب عادي عادي. الويندوز بيبقى عليه فايل اسمه تيم بينزل الملفات الاحتياطية والحاجات المتسيبة القديمة عارفة؟ من قبل ما تقول يا فندم أنا هو فتحته والله العظيم وللأسف ما فيش أي فيديو نزل عليه. قلت لي هو كان متغير ليه بقى الفترة اللي فاتت؟ لا أبداً يا فندم ما كانش متغير ولا حاجة. أنت مش لسه قايل إنه كان متوتر جداً؟ أنا قلت لحضرتك امبارح بس هو اللي كان متوتر لكن كل يوم بيجي عادي جداً. في حد غاب من الموظفين النهاردة؟ لا كلهم موجودين. جمعهم لي كلهم بسرعة يلا. حاضر. دوري تاني. يلا. حاضر. أنا مش قادر أعرف إيه سبب رد فعلك ده خالص. أنت شايف إن ده وقت مناسب يا طارق بيه؟ طبعًا. هو ده الوقت المناسب. مش قصدي حاجة وحشة والله العظيم. آه طبعًا خالص. بص يا ناهد أنا مقدر الظرف اللي بيمر بيحيى اليومين دول وصعبان عليا قوي قوي. والكلام اللي بقوله ده أي نعم تحسي إن هو لمصلحتي بس والله العظيم أنا مش قصدي كده خالص. أنا بعمل ده يعني موقف مني. الحالة اللي بيمر بيها يحيى من دول هو أكيد طبعاً مش هيبقى مركز في الشغل دلوقتي وإنتوا برضو في نفس الوقت ما ينفعش إنكوا تعطلوا نفسكوا وإنتي محتاجة حد معاكي غير يحيى. اعتبريني أنا الحد ده ولو الذاكرة يعني ما خانتنيش كنت عارف إنك موافق إن إحنا نشتغل مع بعض في الشغلانة بتاعت مدينة المروج ويحيى هو اللي كان معترض وأنا وإنتي عارفين كويس إن الاعتراض ده ملوش سبب بالشغل خالص. يحيى واخد مني موقف لذاتي انا وبس كده كده اللي هياخد الشغلانه دي اي حد فينا هيبقى كسبان بس لو اشتغلنا سوا مع بعض نسبه المكسب هتبقى اكتر. الف باء البيزنس بيقول كده يعني مثلا العشرة جنيه تجيب مكسب خمسه وده الخمسه جنيه تجيب مكسب خمسه احسن. هو انا كنت فاهمه ان انت بتلعب في ارقام اهم من كده يا طارق بيه. مقبولة منك يا هانم ما انت عارفاني كويس انا كنت من معجبينك زمان. سوري يا طارق مضطر انزل دلوقتي حالا عندي مشوار مهم. اوكي طبعا طبعا انا بقى يا ستي منتظر قرارك وانا متاكد ان هيكون في مصلحتنا. عايزين نتقابل قريب قوي بقى as soon as possible. باي باي. تمام يا فندم. ماشي اتفضل. احنا خلاص خلصنا شغلنا في المكتب دلوقتي المكتب والفيلا تحت امرك. في حد فينا هيقدر يدخل مكتب بعد اللي حصل؟ ما تقلقيش يا هانم احنا شغالين على الموضوع وان شاء الله هنوصل للي عمل كده. احنا مش عارفين نشكرك ازاي على اللي عملته لولاك ما كناش عرفنا ندفن النهارده. دي حاجه بسيطه وانا ما اقدرش اقول ليه هيحرق في الظروف اللي هو فيها. وعلى فكره هو اللي أصر إن والدك يخرج من المشرحة ويدفن النهارده.
ومفيش اخبار عن قضيه يحيى؟ انت بتسالي عليه ليه دلوقتي؟ مش كفايه اللي جرى لنا من تحت راسه؟ مامي من فضلك انا اسفه يا فندم. مفيش داعي للاسف يا دكتوره، انا مقدر اللي انت فيه، وانا زي ما قلت شغال على الموضوع، واي جديد هبلغك بيه على طول. بقى الله يعني. بقى الله يا دكتوره. نعم بالله. استاذن انا. ما يصحش كده. هو ايه اللي ما يصحش؟ هو انت يا ابوكي مات بسبب ايه؟ مش بسبب انه كان عاوز يساعد سيدنا. ما بقاش مهم مات بسبب مين. ما بقاش في حاجه مهمه اصلا. لانه مات. مات ابوكي خلاص مش هيرجع تاني. مات يا مامي. وانتي كمان يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ بقولك ايه، هو انتي لسه تعرفي سوزي مرات ممدوح صافي؟ ليه يا شيخه، كنت لسه مع بعض النهارده. طب ما تعدي عليا انا في البيت. اه تعالي دلوقتي، يلا مستنياكي. باي يا حبيبتي. حازم، خير يا حازم؟ في ايه؟ ايه ده يحيى، في ايه؟ انا جاي اطمن عليك. معلش انا اسف. اتفضل. تفضل بقى تعاملني على اني ظابط. انت ناسي ان احنا اصحاب ولا ايه؟ اعذرنا يا حازم، خليك شايف اللي احنا فيه. الله يكون في العون. انا جاي اطمن عليك، اول مره اكلمك في موضوع طريق الجمل ده. ايه؟ بدأتوا تحريات عنه؟ احنا شغالين، بس في حاجه كده افتكرتها زمان. مش طارق الجمال ده كان شغال عندكم في الشركه وكان خطيب اختك؟ اه، وانا اللي خليتهم يفسخوا الخطوبه بعد اللي عرفنا عنه. الباشا كان بيسرق الشركه وفاكرنا مش هنعرف. عربيات المونه والحديد اللي كانت بتخرج من المخازن كان بيستناها هو على الطريق، يبيع ربع الحموله ويدخل الباقي الموقع. وازاي يعمل ده كله وعايز يناسبكم؟ هو كان بيعمل كده من قبل الخطوبه وفضل مكمل على الحكايه دي. اصل هو كان مفهمنا ان هو من عيله غنيه وعايز يصرف على غاده قدامنا ويبين ان جيبه مليان. طبعا انت عملت حرقت عنه وعرفت اصله وفصله وكشفته وهو متلبس. لولا بابا وقتها كنت سجنته. فسخنا الخطوبه وطردناه من الشركه. وعاد لينتقم، وخلال كام سنه دخل السوق وبقى هيكون كبير قوي. بس هو مش زي ما انت متخيل. ما تيجي نقعد وانا احكي لك الحكايه كلها. طارق الجمل ده مجرد واجهه لمسؤولين كبار بيتاجروا في الأراضي والمدن الجديدة، بس مش بيظهروا في الصورة. يعني مثلا وزارة من الوزارات تطلع مناقصة على مشروع، الشركات كلها تقدم، فجأة يطلع أمر بالإسناد المباشر إن شركة الجمل هي اللي تنفذ، ولو اتكلمت أو اعترضت المناقصة اللي بعدها ورقك يترفض بأي تلكيكة. بعد الثورة اللي كانوا في الظل خرجوا بره اللعبة، واللي كانوا في الواجهة بقى كارت محروق. هو بقى دلوقتي بيدور على كيان جديد يتدرى وراه ويبقى هو الواجهه اللي بيشتغل بيها. في حاجه مش منطقيه في اللي بتقولها يا يحيى. ازاي واحد بيدور على حد يشتغل من خلاله ويعمل فيك كده؟ مش راكبين على بعض. انا حاسس ان السكه اللي احنا ماشيين فيها دي مش صح. يحيى ما تقلقش، ده مش معناه ان انا مش هتحرى عنه. يا يحيى في ايه؟ شده وتزول. خلفت يا حازم؟ لسه، ربنا ما اذنش. يبقى عمرك ما هتفهم ان عمرها ما هتزول. مش هما بيقولوا برضو اللي خلف ما ماتش؟ انا بقى مت في نفس اليوم اللي مات فيه ابن يوسف. استغفر الله العظيم. لا يحيى، ربنا يخلي لك بنتك لسه موجوده. لما هتخلف هتعرف ان كل عيل بتخلفه بيبقى هو الدنيا كلها بالنسبة لك. مش هتعرف تقسمها، مش هتعرف تقول واحد راح
التاني لسه موجود، ولا يمكن عشان يوسف راح وهو 8 سنين. 8 سنين يا حازم، 8 سنين. طب اقسم بالله وانا بحطهم لاخر مره، ما كنتش عايز اسيبه. كنت حاسس ان هو انه هيتنفس، انه هيتحرك. انه هيقول لي ما تسيبنيش يا بابا، ما تسيبنيش. لسه عايش. صدق اللي انت بتقوليه، ممدوح يعرف على مراته؟ تخيلي، ده سوزي هتتجنن، مش عارفه تعمل ايه. الله، ممدوح ده ولا يسوى في سوق الرجاله، وهي اللي مصبره. ما هي مش عارفه تمسك عليه حاجه، وكل ما تيجي تقفشه يتحجج لها بحج. دي سكرتيره، دي عميله بعمل لها مصالح، وهي بقى بتكبر دماغها عشان العيال، لكن اللي بتطلبه بيديهولها. قولي يا حبيبتي انها قاعده معاه عشان فلوسه. بقول لك ايه، اديني رقم. وانت عايزه رقمه في ايه؟ هكون عاوزاه في ايه يا الهام؟ شغل يا حبيبتي، ولا انا هصوم اصوم وافطر على بصل؟ هاتي هاتي، بس خلي الموضوع ده في الكوتيمي بيني وبينك. وده ايه الشغل الكوتيمي ده؟ لو عندك شركه زي اللي عندي يا الهام، هتعرفي ان الشغل كله لازم يتم في الكوتيمي. هاتي الرقم وخلصيني. انت مش متخيله يا مامي بتغير مني قد ايه؟ فظيعه فظيعه. فاكره الاسوره اللي كنا شاريينها انا وانت من لندن؟ جايبه اختها بالظبط، بس دهب ابيض. شي سو سمارت، عشان ما تبانش انها بتقلدك. انا قلت لك كذا مره ان البنت دي من وانتوا في كيندر جاردن هي بتغير منك. شفت بقى مامتك بتقول ايه؟ قطعي معاها احسن. قطع معاها ايه؟ لا طبعا دي صاحبتي. ده غير بقى ان المحل بتاعها كل لبس السواريه منه. انت اللذينة عارفه ايه اللي بيليق عليا، وعارفه كويس قوي ذوقي عامل ازاي. فاكره يا مامي الفستان اللي كنت لابسه في فرح ايمان؟ هي اللي مصممهولي. يعني انت كده بقى مصاحبها مصلحه؟ لا طبعا انا بحبها. كل الحكايه انها بتغير وده طبيعي. ديفينتلي لازم تغير منك. Your wife is wonderful and unique. الله يعطيك، انت خلصت الانجليزي كله. اكيد انا عارف طبعا انا متجوز قمر يعني. تتريق؟ دخلت في طريق مسدود. والله يا عم قالي فهماني غلط. طب تعالى بقى اخرجك منه ونكمل كلامنا في الشغل. تعالى. ماشي. سكيوز مي. Take your time. اكيد طبعا. Very strange. تفتكري بابا عاوز منه ايه؟ معرفش، اول مره اشوفه بيطلب منه شغل. قول لي يا حازم، يحيى اخباره ايه؟ قابلته النهارده، كان متاثر جدا باللي حصل لمراته وابنه. الله يرحمه. ابو اتحاد فيها جديد؟ قالت لي طاهر ده عقد الدنيا وخلى يحيى يشك ان في حد في الداخليه بيسرب معلومات. شك فيك؟ لا خالص، هو فاهم ان انا ماسك القضيه دي عشانه. كويس قوي، خليك بقى مفهمه كده على طول. بس يا الوزير، بس انا عندي سؤال كده يعني بسيط يعني. انا عارف كويس انت عايز تقول ايه وايه لما تسال سؤال زي ده. سيادة الوزير، انا عايز افهم بالظبط ايه المطلوب مني. احقق في القضيه ولا اتوهها ولا اقفلها ولا افتحها ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا اقول لك تعمل ايه. تعمل مع القضيه بشكل طبيعي جدا زي اي قضيه. صاحبك خليك واقف جنبه زي اي صاحب في الدنيا، ولو في جديد تبلغني لغايه ما يجي اليوم اللي تعرف احنا عايزين منك ايه. بس في حاجة عايز أقول لك عليها مهمة جدا، تحطها حلقة في ودنك. خلاص بقيت معانا، يعني مش هينفع في أي يوم من الأيام يطلب منك أي حاجة في قضية يحيى، أي حاجة، وتقول لأ. عارف ليه؟ لأن إحنا مش بنلعب. ما تقلقش يا سيادة الوزير، وإن شاء الله هتلاقيني دايما عند حسن ظن سعادتك.